I now give the floor to the distinguished representative of Lebanon. السيد الرئيس لا شك أن اجتماعنا هذه السنة في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني أهمية خاصة لأنه الأول بعد رفع علم دولة فلسطين في الأمم المتحدة إنفاذاً لقرار هذه الجمعية ولكن رغم الدلالة الرمزية الكبيرة لهذه الخطوة وهي التي تشكل تكملة طبيعية لقبول دولة فلسطين كعضو مراقب في هذه المنظمة فإن ذلك لا يجب أن يحرف أنظارنا للحظة واحدة عن واقع أن دولة فلسطين لا تزال ترزح بالكامل تحت الاحتلال وأن مسؤولية هذه المنظمة انطلاقاً من شرعتها ودورها في إعلاء مبادئ القانون الدولي وأحكامه هي تقديم كل سبل الدعم والمساعدة لدولة فلسطين لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال وكذلك فإن قبول دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة لا يجب أن يحرف أنظارنا لحظة واحدة عن حقها كسائر الدول في العضوية الكاملة في هذه المنظمة السيد الرئيس اسمحوا لي الآن أن أنوه بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير بشأن طلب التأشير الواضح على منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بالنسبة لمصدرها فهو دون شك قرار مهم ويصب في الاتجاه الصحيح إذ يجب أن تعود وتتضافر الجهود الدولية من أجل وقف أعمال الاستيطان بكل أشكالها وقفاً كاملاً والحقيقة أن أعمال الاستيطان لم تمثل فقط خرقاً فاضحاً لشرعة منظمتنا ولمبادئ وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ولرأي محكمة العدل الدولية بل إن الاستمرار في أعمال الاستيطان هذه كان سبباً رئيسياً من الأسباب التي أدت إلى إجهاض كل محاولات إحياء عملية السلام السيد الرئيس نجتمع اليوم والوضع يستمر في التدهور في الأراضي المحتلة فزيادة على توسع المستوطنات وفضلاً عن ارتفاع عمليات المستوطنين الإرهابية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم والتي لا تستثني حتى الأطفال الأبرياء فإن إسرائيل تواصل في القدس المحتلة ممارساتها الاستفزازية تجاه الحرم الشريف من ضمن سياسة عدوانية أوسع سعياً لتغيير معالم المدينة المقدسة وهويتها لذلك ونتيجة لهذا الوضع الخطير الذي يتبين منه وضوح أن إسرائيل لا تتجاهل فحسب مسؤولياتها في القانون الدولي الإنساني لجهة حماية سكان المناطق المحتلة وممتلكاتهم بل أنها وعلى العكس تمعن في الاعتداء عليهم وفي تهديد أرزاقهم وإلى أن يتم إنهاء الاحتلال يكون إذن على المجتمع الدولي أن يقوم هو بتوفير متطلبات هذه الحماية وإن تقاعس مجلس الأمن في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك فإنه سوف يترتب على هذه الجمعية أن ترتقي إلى مستوى هذا التحدي وأن تعتمد القرارات المناسبة بهذا الخصوص كما سبق وفعلت هذه الجمعية في الماضي في مناسبات أخرى عندما عجز مجلس الأمن عن القيام بواجباته في صون الأمن والسلم الدوليين السيد الرئيس الوضع ليس خطيراً في فلسطين المحتلة وحدها بل في سائر أنحاء العالم أيضاً لا سيما مع انتشار العمليات والتهديدات الإرهابية وهو ما بات يتطلب منا توحيد الجهود الدولية ومضاعفتها أكثر من أي يوم مضى
لمواجهة تحديات الإرهابيين والقضاء على الإرهاب. واسمحوا لنا أن نعيد اليوم وهنا ما سبق وكررناه في أكثر من مناسبة، وهو أن النجاح في مواجهة الإرهابيين لا يمكن أن يقتصر على إجراءات مالية أو أمنية أو حتى عسكرية وحدها، إنما الأمر يتطلب أساساً التصدي لجذور الإرهاب، وهي لا شك جذور متنوعة تشتمل على أوضاع الفقر المدقع وارتفاع البطالة، كما على حالات الشعور بالكبت أو الغبن أو التهميش أو الاضطهاد، غير أن من أبرز أسباب الإرهاب أيضاً هو الإحساس بالظلم المتمادي وبفقدان الأمل. السيد الرئيس، من أجل القضاء على الإرهاب من جذوره، رسالتنا إليكم ألا تقللوا من مخاطر الإحساس بالظلم المتمادي الذي لا يشعر به الفلسطينيون وحدهم من جراء عنف الاحتلال وتهديده لأرواحهم وأرزاقهم وهويتهم ومقدساتهم، بل يشاطرهم في ذلك معظم العرب والمسلمين. السيد الرئيس، ولعل الأهم هو ألا تدعوا الفلسطينيين يفقدوا الأمل، وشكراً. I thank the distinguished representative of Lebanon.